السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة نور شانيل للوصفات. أتمنى إن كنتم زوار جدد أن تشتركوا في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد. أما إذا كنتم من المشتركين القدامى الأوفياء، أتمنى أن تضغطوا على الجرس الرمادي، وذلك لكي تتوصلوا بكل فيديو جديد. هناك العديد من الفيديوهات والوصفات التي أنزلها في قناتي، لكن للأسف لا تصلكم، لذلك يجب تفعيل الجرس. أما عن فيديو اليوم وهو عن الفحم لإزالة حب الشباب، كما سبق وتحدث الجميع عن الفحم، يعني كلنا نعرف مدى أهمية الفحم وفوائده في تبييض الأسنان، في تبييض البشرة، عدة خصائص. ولذلك اليوم سوف أشارك معكم وصفة لإزالة حب الشباب، توضع فقط فوق حب الشباب، فقط فوق حب الشباب. إذن أول شيء سوف أحتاج إلى كمية مناسبة من الفحم المطحون جيدا، أو من الأفضل استعمال كبسولات الفحم المتواجدة في الصيدليات. وسوف أحتاج إلى معجون الأسنان لخلط هذا الفحم. معجون الأسنان معروف بخصائصه في إزالة حب الشباب، خصوصا إذا كان معجون الأسنان بخاصية النعناع، فهو يعالج حب الشباب. إذن شروط هذه الوصفة وهو وضعها فقط فوق حب الشباب وليس في سائر الجلد أو الوجه أو ما إلى ذلك، بل فقط فوق حب الشباب. ويجب هذا حب الشباب أن لا يكون قد خرج منه دم، يعني مجروح أو ما إلى ذلك. فانتبهوا، يعني لا يجب فرك حب الشباب كثيرا، بالعكس لا يجب لمسه أصلا باليد، لأنه سوف يصبح أسود، يعني وسوف تظهر يعني بقع وندبات وما إلى ذلك. هنا سوف أقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى تمتزج ويصبح لدي خليط أو هلام سهل الاستعمال. بالنسبة للبشرة الحساسة جدا يمكن خلط الفحم مع الصبار أو الألويفيرا، مع هلام الألويفيرا، فهو رائع جدا للبشرة الحساسة كما ترون شكله. بعدما يصبح بهذا الشكل كما ترون سلس وسهل الوضع، أخذ أعواد القطن مثلا، ثم أقوم بوضعه على الحبة فقط كما سبق وذكرت، يوضع فوق الحبة فقط، يترك حتى يجف، ثم يغسل بماء دافئ وبعدها بماء بارد لكي لا تهيج البشرة، لأن الماء الساخن يهيج البشرة. إذن وكان هذا هو فيديو اليوم، وصفة نادرة كجميع الوصفات التي أضعها في القناة، دائما أحب أن أقدم لكم كل ما هو جديد في عالم الوصفات. أتمنى أن تجربوها، أن تضعوا لي جميع أسئلتكم أسفل في مكان التعليقات. أما بالنسبة للفوائد سوف أتركها في صندوق الوصف، جميع روابط الفيديوهات أيضا في صندوق الوصف. وإلى اللقاء مع فيديو جديد في قناة نور شانيل للوصفات.